يكتب لجتك علم وسرار. وانا طرالي من الهوى ما طرالي يا بحار. يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من حلقات القفال، البرنامج اللي نلقي من خلاله الضوء على استعدادات النواخذة لسباق صير بنعير في النسخة رقم 27. ونحن ننتقل معكم من إمارة إلى إمارة للحديث عن الاستعدادات وكل ما يتعلق بسباق القفال في النسخة رقم 27. هذا السباق اللي يحظى بدعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، واللي يشهد مشاركة أكثر من 100 سفينة وكذلك 3000 بحار ونخذة. هذا السباق اللي يقطع 50 ميل بالاتجاه إلى شواطئ دبي. في بداية هذه الجلسة مشاهدينا الكرام، ونحن اليوم في منطقة البطين في أبوظبي تحديدا، ونحيي ونرحب براشد خادم المهيري نوخذة معدي. مرحبا فيك الوالد. مرحبا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك يا هلا وسهلا. اليوم عاد سوالفنا كلها عن القفال، ما يحتاج. نعم، ارحب كذلك باحمد راشد المهيري نوخذة المحمل عزام. مرحبا بك. مرحبا بك. يا هلا وسهلا فيك. وكذلك ارحب ايضا بعبد الله المهيري نوخذة زفزاف. يا هلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بكم. كذلك ارحب باحمد محمد المهيري نوخذة ايضا، والقريب كذلك من السباقات البحرية منذ فترة طويلة. مرحبا. يا مرحبا بك، حياك الله. مرحبا. معنا أيضا مشاهدينا الكرام زميلنا خالد السعدي المتواجد أيضا، واللي راح يعطينا التفاصيل أيضا في هذا اليوم ومن خلال هذه الجلسة. مرحبا فيك يا خالد. مرحبا فيك يا جمال، وأيضا بكل ضيوفك الاستوديو وكل من يتابعنا عبر قنوات ياس، موجودين في منطقة المحامل وبالتحديد عند أحد المحامل التي كان لها صولات وجولات في القفال. إن شاء الله جمال راح يكون لقاءات مع بعض البحارة لاحقا في عودة لك. شكرا لك يا خالد. ونبدأ مشاهدينا الكرام حديثنا. الوالد، خلنا نتحدث عن سباق القفال، وأنت واحد من الناس اللي ما شاء الله عليك يعني عاصرت السباقات من فترة طويلة. نبدأ بذكريات المرحوم الشيخ زايد الله يرحمه ويغمد روح الجنة، اللي رعى هذا التراث من أول سنوات سواء في البحر أو في البر، وخلى تراثنا ما شاء الله الآن يوصل إلى مرحلة الشباب بشكل عام، حتى نسبة الشباب في سباق القفال زايدة ولله الحمد في هذه الفترة. شو تقول عن الفترة السابقة؟ السابقة والله ما يعني الله في اللي يرحمه ما خلوا شيء في التراث. نعم. والتراث طال عمرك أول ما بتدأ بتلينا بانوشين. نعم. بانوشين. نعم، هني عند الأخبيرة ويلسوه، وعقب بتدأ عقب 10 أيام سووا في السعديات وشاركة العالم هاي، والحين ما أدري كم 500 ولا 600. سنة كم الوالد؟ هذا والله يمكن سبعينات. قبل الاتحاد ولا عقب؟ قبل الاتحاد. قبل الاتحاد. نعم. وشو كان هذاك الوقت يعني انتوا البحارة والنواخذة؟ والله حكى الحين اول سباق ترى بيبتدي وسووا المحامل. كيف كانت محامل اول بانوشين صغار؟ ايه؟ وخلاف سووا الـ40 بوانيش. نعم. وخلاف بوانيش. ايه؟ وبيالي. نعم. وخلاف سووا هاي الـ60. هاي فكرة الشيخ حمدان. نعم. بن راشد. الشرع كيف كانت قبل؟ الشرع والله عادي عادية. نعم. مثل اليوم. هي مثل اليوم اقول لك. لا لا مثل اليوم كيف؟ اول ما ابتدينا هذاك يوم الغزل والهذا والدرو قبل. شو كانت الجوائز هذيك الفتره تذكر؟ لا والله الجوائز ما كانت. شاره محطوطه لكم اكيد يحطونها. نعم. نعم. شو كانت يعني تتذكر كلمات الشيخ زايد فيما يخص البحر والتراث البحري؟ البحر ترى يقول كمل علينا وسوينا سباق وهذا اللي ابتدى، وبعدين حطوا ناس هناك. نعم. قوم مع احمد بن عبد الله. نعم. وقاموا يديرون السباق يعني حتى سباقات التجديف انا اللي اذكره. ايه. الله يرحمه، حتى سباقات التجديف كان يتابع ويحضر ويتابع. ويتابع. ايه. نعم 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 بالضبط. نشوف هذه المشاهد طبعا القديمه. احمد يعني لحقت انت على هالوقت والفتره هاي ولا؟ والله الفتره اللي يتكلم عنها الوالد احيدها انا مثل الحلم صراحه. نعم. كانوا حتى احيدهم يفصلون شرع على الارض ويخيطونهن. نعم. خياطه مره حق البوانيش انا اتذكر. ايه. باقي البوانيش اول. نعم. ما استوى اتذكر كانوا عاد مو باول سباقات طبعا، اخر سباقات انا لحقت عليها. نعم. كانوا يفصلون الشرع على الارض
مره يفرشون الشراع ويخيطونه في الحوي مره في البيت. لا الحوش يخيطون الشراع ويخطفون حتى في البيت كانوا اتذكرهم. نعم. احمد بصفتك انت متابع ويعني في امور البحر والسباقات وعندك فكره كافيه، كيف تشوف اللي يحصل الان في هاي النقله يعني من اول سباق في القفال الى الان؟ يعني نشوف نقله كبيره صارت على فيما يخص المحامل، الشرع، الاله، هذا التطور اللي حصل في هذا الوقت سريع كان جدا. هذا بالنسبة للتطور السريع هو في الغالب من الشباب وأساليب البحث المتطورة اللي دخلت علينا. نعم. ساعدت بشكل كبير، وتعرف بالنت والأفكار الخارجية اللي دخلوها اللي هي ما ابتعدت عن الصورة التراثية، وفصلوا الشرع والمحامل بطريقة تراثية لكن بأفكار يمكن حديثة. محامل صارت أخف وأقوى في نفس الوقت. الشرع دخلوا، طبعا العرب هم مفصل الشرع المثلث قبل، لكن احنا استفدنا من الخامات اللي بدأوا هم يستخدمونها، صارت الخامات أقوى. قبل كان الشرع عندك بسهولة تمزق يعني في السباق، الفرامن أوزان، الدقالة أوزان، فكانت عائق بالنسبه للمحامل. بس ناس يقول لك نحن بهاي الطريقه ابتعدنا شويه عن التراث، يعني المحامل الاوليه اذا نحن مقدم رساله للجيل الجاي، يمكن المحامل هذه، والبارحه كان لنا حديث ايضا في مثل هذا الجانب، انهم يتقبضون على طرف والمحامل يعني هذه اصبحت يعني اوروبيه ما تمثل التراث، الاوليه اختفت، صحيح؟ هو بالنسبة إذا بصير غوص، لكن حتى السباقات أول ما بدأت السباقات يتكلم عنها، كان حتى البانوش نحن أهلنا يوم كانوا ما لحقنا عليهم، لكن يقولون يوم نتسابق السباق اللي هو مثلا يقيلون في البحر وبيردون، يكون مقيلين يصيدون ولا يغوصون ولا يتينون محار، يردون يزامطون يسابقون، وكانوا يحطون عدالي للبانوش، يحط جناه يعادل بها. نعم. يقعد على يحط جناتين يجلس عليهم فوق عالي، هذا الشيء كان موجود، مش حديث مش حديث، يتعلقون مش حديث يعني. شو رايك راشد؟ نعم. ها هذا من زمان يسوون، حتى في الجوالبيت انا يسمونه عدالي. حتى حيد الشواب الاول يوم يرمسون، يوم يزيد عليهم السايب وعندهم ويشوفون محمل عدالهم، حطوا سامانهم عالي، ديروا سامانكم عالي، حطوا المياديف حطوا كل شيء عالي، ما لازم هذا يبي يسابق يعني، ان الشراع ينبو واحد والعالي هذا موجود الحين وقبل، لكن اللي مش موجود هو التعليق بالسيور، وهذا هذا السيور ما كان موجود، بس الحين ما في سيور اصلا، اوريدي ما في سيور في السباقات الغوها ما في. نعم. اما العالي موجود من قبل يعني. احمد متى انت بديت مشاركاتك في السير؟ واحمد متى بديت؟ عبد الله بديت يمكن من 2003 2002 وقبل شو كنت تسوي؟ تتابعهم؟ تسير وياهم؟ نعم، كانت حضر المدارس. حضرت الصير يعني انت بس كنت تطالع ولا؟ كان يصادف سباق الصير على امتحانات اخر السنه، فما يسمحون لنا نشارك وياهم. ايه. لكن من بعد 2003 كنت مشارك. لي في عمي الثاني كنت مشارك. نعم. شاركت وياهم كبحار؟ نعم، كنت مشارك. الان انت عندك محمل بروحك؟ نعم. كنوخذه؟ نعم. شو اللي اختلف؟ يعني يوم كنت تسير وياهم كبحار والان ما شاء الله يعني والله تختلف الواحد يوم يقود الشيء، ان كان محمل ولا اي شيء ثاني، الغائد غير انه خذه غير عن البحار، مسؤوليه والفكر والتكتيك واهتمامك تطور من نفسك وهذا الشيء. طول السنه تتابع يعني البحر والسباقات، يحتاج انك طول السنه تكون متابع. لازم وكل سباق تتعلم منه، ما في حد يقول انا ما اتعلم من السباق، الخطا في السباق هذا تقدر تعوضه في السباق الجاي، كل سباق يطوف عليك تتعلم منه. تعلمت شيء في المحامل، في وشره المحامل؟ نعم، في الشرع لله. في التفصيل كل هاي الامور الحمد لله. انت انا قبل اول ما استوى نادي، قبل ما يستوي نادي دبي، اعلنوا عن قياس 43 قدم سباقات الاوليه، اول سباق ثلاث سباقات على ما اعتقد كانت 43، اول سباق 43 امروا قبل لا يبدون توهم بادين النادي، قالوا سووا محامل، حطوا نزلوا قانون 43 و9 انش،
الوالد اشر محمل اول سباق، اول محمل عندنا نشر في البطين هنا مقياس اشر الوالد، اشر الوالد محمل، واشر محمد خلفان الروم محمل، محملين بيولي بيولي جالبوت اشر الروم جالبوت والوالد اشر بيلي زين. وكان في سباق، كان سباق ابو ظبي اول ما جز المحامل اوريدي كان سباق ابو ظبي موجود موجود، بس كان سباق محامل كبار على 100 قدم 90 قدم كبار بس ما كان محدد يعني الطول ما كان محدد ابو ظبي، كان يحطون عدالي فوق يحطون دوس ولغوا والدوس، هذاك السباق اول سباق يدخلون المحامل بدون دوس، فالوالد ومحمد خلفان ظني شارك ما ادري، بس الوالد شارك في السباق اول سباق هني في ابو ظبي. نعم. هم ماشرين المحامل حق دبي، هاي المحامل المشهورات حق دبي، حق اول سباق دبي، وكانوا في المحمل كان ابوي وعمومتي كلهم وشوابنا هالبطين كلهم في المحمل هذا، انا كنت وياهم بس انا مبياس. ما انا كنت صغير. نعم. ادمن غالب عندكم انزين كلهم، انا ما قالوا لي انت ما تركب خلوني على السيف حتى ابوي حتى ما وده طراد حق يقلصهم هناك، نزلوا المحمل ويروا مياديف يتحرون البويات قراب ايه؟ على انطلاقه يروا وما في فايده، ياهم طراد النادي زقروا عليه وقلصهم وهدوهن يصير البحر طائرا. تذكر سنه كم اول في 85 86؟ اي لان السباق قصير بدا 85 86 شمال هذا اليوم زين، ودارت شمال ريح وخطفن وكسر الفرمن عند ابويا، قلصوهم لين البويات مال النادي طراد النادي قلصهم شو موي يركب السيج دحوه جافتي ويركب وقلصوهم لين البويات مهم خطفه ويا الملس الاول مال بالشعفار سيف شعفار اي ويا ظني البريه الثاني قام محمد بن راشد كلهم رميثات كانوا في محمل قام ابوي بمحمل، هذاك اول سباق وعقب تقريبا 5 سنوات عقب استوى سباق قصير عقب 5 سنوات مثل ما تقول استوى سباق قصير وشاركنا نحن في المحمل نفسه نفس المحمل، بس كنا انا والوالد واربعة انفار ويانا بس وموي كم قدم اليزوة كلهم اربعة كلنا لكن الوالد شو سوى الوالد في البحر ما شاء الله خبره عنده في الاحتياط عنده فوق كل شيء زين، واحمد ومحمد بعد في عندهم محمل شاركين في محمل طبعوا وهم عدالنا، لكن الوالد شو يسوي؟ الناس يوم يجيهم الهوين يلينون الدامن، لا ابوي يلين المخطف يرفي نص الدقل ويخط مره ثانيه يخطفوا لين ما وصلنا يوم بيض البحر علينا عرفنا نحن لا جي بي اس لا شيء عرفنا البحر انه رق عرفنا ان وصلنا البر وصلتوا دخلنا 29 ما شاء الله كل يوم زين يوم وصلنا احنا نكمل هاي السوالف لكن بنصير عند خالد السعدي ايضا الموجود ايضا معانا هنا في هذه التغطيه، تفضل يا خالد. ابو الابيض عامر في التسعينات ابو الابيض كان اسم ولا يزال اسم واحرز العديد بالمراكز. نعم. كيف كانت ذكرياتك مع القفال في هذيك السنين؟ والله كانت ذكريات لما كنا طبعا صغار بالسن والحمد لله، وكان السباق ممتاز جدا وتعلمنا من اهالينا القدامى اللي كانوا يطلعون في على طلعات الغوص وكان يعني سباق ممتاز وان شاء الله باذن الله راح نحقق انتصارات جايه باذن الله. شو رايك اخوي عامر في استمرار رساله القفال سنه بعد اخرى ونقلها من جيل الى اخر والاجيال الجديده اللي نشوفها تشارك دائما في السباقات؟ والله انا من مشجعين هذه الرياضه لان هذه الرياضه اكتسبتنا وخلتنا ان نكون متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا، وانا أشكر المسؤولين على هاي المنظمين على سباق القفال، وأتمنى أنه استمرارية للجيل الجاي عشان يتعلم ويكسب الثقة ويعرفون شو يعني أن سباق مثل ما نقول الغوص كان قديما وحاليا كان سباق الشراع، ونتمنى ونشكر شيوخنا الله يطول عمارهم ما قصروا أعطونا الدعم اللازم، وإن شاء الله راح نبرز بالصوره باذن الله في السباقات الجايه ونكون مستعدين ان شاء الله في السباق هذا. استعداد ابو الابيض وتحضيره للسباق القادم ان شاء الله. ابو الابيض راح ان شاء الله يرجع بالمنصات ونكون من الاوائل باذن الله، ونتمنى التوفيق للمتسابقين اجمعين يعني ان الله يوفقهم في هالسباق، هاي ملحمه كبيره وطبعا الكل يسعى
أن يحقق انتصار ويبرز وجوده في هذه السباق. كلمة أخيرة عبر قناة ياس تحب تلقيها عامر؟ أشكر قناة ياس على استضافتهم الكبير هذا على القفال، وأتمنى إن شاء الله الجميع يشارك في السباق، ونشكرك خالد. شكرا لك عامر. شكرا. إذا زميلي جمال، كان هذا لقاءنا مع أحد مشاركين في السباق من محمل أبو الأبيض بالتحديد، عودة لك في الاستوديو. شكرا لك خالد السعدي، يعطيك العافية. خلنا نتحدث طبعا أحمد عن السباقات، وأنت الآن معاصر سواء الفترة الماضية ولا الفترة الحالية. الطفرة اللي صارت مثل ما قلت بأن الشباب كان لهم دور كبير فيها، لكن نشوف أن كبار السن بدأوا شوية يعني يختفون. والله هي هذا يعني هو نموذج الرسالة، أن الرسالة وصلوها الكبار، والشباب هم اللي أقدر بالنسبة تعرف كلياقة كاستعدادات. اليوم السباق 50 ميل مو بشوية، مش مسافة بسيطة، فحتى اللياقة لها دور كبير. يعني اللي شاف أمس كان السباق دلمة، تحس دور اللياقة أن لين آخر لحظة غيرت في النتيجة إمكانيات المتسابقين. نفس الشيء بالنسبة للسباقات هاي، الاعتماد الأغلب على الشباب. يمكن النواخذة تلقى النواخذة كبار في السن، لكن اليزوة في الغالب شباب عندهم إمكانية للحركة، عندهم إمكانية للنقل طعان، عندهم إمكانية للخيور. نعم. الوالد راح نتحدث عن سباق دلمة، يعني اللي كان أطول من سباق الصير. يعني شو اللي اختلف ما بين دلمة وما بين الصير؟ في دلمة مثل ما سمعنا بأنه فعلا يعني اللهوية كانت تتغير عليكم من مكان لمكان، وهل كان أصعب من سباق الصير؟ لا، دلمة طال عمرك برور عدالك، تفتش من بر ويجيك بر. أسهل من مبغبة؟ أسهل من سباق الصير؟ هي مبغبة طال عمرك. هي بس أسهل ولا في؟ لا أسهل إنه ما يجيك مبغبة. الغبة هي اللي توهجك، الخور هذا اللي هو اللي يوهجك، هذاك لا منتظر من بر يا كبر. وقفت من غشة شفت عش، شفت طال عمرك البزم، شفت ما بدنا منك. أقول لك وين حوالي مني كلهن بر واحد مو تذبحن، اللي هي طال عمرك روح، اللي هي الغبة هاي كلها تذبحن تبع منك. بعد جنانة. شو المركز اللي جبتوه في دلمة؟ والله ما يبني، أنا طمعت أسير عالي. زين. ويوم فيت لنوين هذا. ليش صرت عالي؟ سبب؟ بس إني أطعمك باليزوة بهدلوني تبهدل. اليزوة؟ أنا سمعت رمزة اليزوة، أنت حنو خدها؟ لا ما سمعت. لكن حجرة دار. زين. دار فكري. اليزوة. لكن أقرب وقت أنا أيد. أقرب في المكانات جيت، لكن تدري إنه هو أقرب مسافة قطعها. مسافة قطعها. أقرب مسافة. أي. طلع في الجهاز 81 ميل تقريبا من أقرب ناس. واحد. أقل مسافة. أنا خيرت من سرت يعني ساعة. خيرت بدخل قدام من 80 وراي. 80 طلع أنا مسافة. بدون ما يعرف. بدخل الكايد قدام. عادي يسوي. لكن اقتويت. نعم. طيب خلنا نشوف التقرير اللي عدوه زملاء أيضا معانا اليوم. هذا التقرير اللي يتحدث أيضا عن مسافة السباقات وكل ما يتعلق بسباق الصير. عندما يحضر سباق القفال فإن المسافة الطويلة والتحدي الكبير هو أول ما يتبادر إلى الأذهان، فمسافة سباق القفال للمحامل الشراعية هي تحد في حد ذاتها لوصول المسافة إلى أكثر من 50 ميلا بحريا بين جزيرة سير بونعير وبين خط النهاية في دبي. المساحة الكبيرة والشاسعة تسمح للمحامل بالتوزع والانتشار بشكل رائع ومهيب، ويصبح المنظر أجمل مع الصور التي تنقل هذا الانتشار والتوزع. هي مسافة طويلة فعلا، وتحتاج إلى قراءة سليمة وإلى دراية بالاتجاه وسرعة الرياح. المسافة الطويلة
هي أبرز ما يميز سباقات القفال، والنفس الطويل والصبر هي من الفضائل التي يجب أن يتحلى بها البحارة عبر المنافسة والتحدي القوي. المسافة التي تختصر في ساعات جميلة، قصصا تحكى وروايات تدرس. إذن في القفال يحضر التحدي وتتواجد الإثارة، وفي كل موسم يكون هناك تحد مع نهاية السباق في زمن يتناسب مع سرعة الرياح. فما هو حال النسخة المقبلة؟ وكيف ستكون الرياح من خلالها عاملا أساسيا في رسم وقت وزمن سباق القفال 2017؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وارحب بمكتوم عتيج نوخذ أبو الأبيض. مرحبا فيك، يا أهلا وسهلا فيك، وشرفنا حضورك اليوم والحديث عن القفال. إن شاء الله بنبدأ وياك على طول. أول ما دخلت، متى أول مرة شاركت في سباق القفال؟ كم كان عمرك؟ شو اللي تعلمت من أول سنة إلى اليوم؟ والله شاركت تقريبا في سنة 98-99، وكنت بحار مع حياة الوالد ومع أخويا. نعم. وفي السباقات الطويلة وياهم، أما في السباقات القريبة الهني الساحلية بروحي. نأخذها. إيه نعم. شو اللي تعلمته منهم وطبقه الآن؟ والله اللي تعلمت. هل خدت منهم شيء وعرفت إنه يعني ما تستفيد منه وما طبقه؟ الواحد يوم. لأن في ناس أنا قالوا لي إحنا يعني استفدنا أشياء، لكن في أشياء كانت توهقنا. صح. في أوقات الواحد يومي يسند أول مرة وثاني مرة. نعم. يصير روحه كل سباق يعرف أغلاطه ويحاول أن يصلح من الأغلاط اللي صارت معاه قبل، ويعني يحسن من النتائج اللي يجيبها. نعم. أحمد، بالنسبة للشرع، النقل اللي حدثت في الشرع الآن، يعني لما نتحدث عن الشرع البعض يتحدث عن الإمكانيات، يعني نشوف الآن ما شاء الله يعني حتى المتسابق أو النوخذة ممكن يغير أكثر من شراع في الموسم، لكن البعض يقول لك يعني هاي كلها تكاليف. الناس اللي عندهم مادة ممكن هم يغيرون أكثر من شراع، ممكن هم يفوزون. هل هذا الكلام صحيح؟ وهل إذا غلط شراع أنت تفوز به وإذا رخص ما تفوز به؟ شوف، الإمكانيات لها دور كبير، واليوم نحن نتكلم عن احتراف فعلي يعني بالنسبة له السباق. فيه عدة شركات تصنع الشرع. شركات؟ عدة شركات تصنع. تقصد القماش؟ القماش. تكلم عن الشراع والتفصيل. القماش والخياطة نفسها. القماش والخياطة نفسها. أو في عدة خيارات، في يعني يبدأ أعتقد من 14,000 لين 50، لين 40 إلى 50,000 يبدأ. في عدة خيارات، وكل حتى يعني اللي يفرق أن هذا مثلا اللي ب 14,000 يمكن شارك بالسباقين وينتهي دوره. نعم. الثاني لا، عمره أطول، وكل واحد له الخيار. طيب، إذا كان شراع مثلا عند الوالد راشد وفاز بهذا الشراع، جيت أنا السباق اللي عقبه أعطيته أحمد، ممكن احمد يفوز به ولا ما يفوز به؟ مش شرط. مو بشرط. ممكن يشارك به مرتين هو ما يفوز، يفوز بسباق والسباق الثاني ما يفوز به، يغير فيه. شو السر؟ هني يعني ندخل في شغله مهمه. السر نوخذه ولا الشراء ولا وشره المحمل ولا حظ فيها؟ يعني في سر في هالموضوع. هي خلطه معطيات. ايه. وايد معطيات، حتى يمكن اختيار تلقى واحد يفوز 3-4 سباقات فجاه يختفي. تلقى اختياره في البدايه غلط، تلقاه ماخذ ارصاد قاري الارصاد غلط، تلقى في اشياء وايد. نعم. ما يعني الوالد يعني اذا الشراع عندك اليوم انت مثلا في دلمه ما فزت به. اي نعم. بتخليه حق الصير بشارك به ولا بتعقه؟ بشارك بت بتنحس يعني خلاص. لا بشارك. لكن شوف تلعب دور الوشره. اي الوشره معروف. اي الوشره. وتفصيل الشراع. وتفصيل الشراع. الماكينه الشراع. صدق. اي نعم. ولكن الوشره هي اللي تفرق. وشرة شيء غاط كله. نعم. يقبض البحر، وشيء ما يقبض البحر من تخص أوه. نعم. هي هذا الفرق. الشراع الحين واليزوة بعد. واليزوة. أنا واليزوة على يد وعده. ايه؟ هذا يعطون كوة سنتين نخذه.
لكن كانوا عذراني مع ذاك. انت تغير كل سباق يزوه ولا ثابتين اللي عندك؟ ساعات اي ولا تحصل يزوه احمر وان ليش يسبق؟ يسبق انه ثمانيه اخوته متفاهمين كلهم واحد وهم كلهم اللي واخذ متفاهمين ها؟ متفاهمين يعني ما يقول له يقول يقول له تعال ويقول له لا ان اخوه يعني يعني هذا شيء مهم يعني في الموضوع هذا مهم البحار مهم في السباق طيب اذا الشراع فعلا اذا الشراع غالي يفوز ولا مو بشرط لا والله مو بشرط يعني يعني اذا شراع مثلا اليوم فزت ب 10000 لكن تراهم يعني ايه يعني يجيبون من برا ايه وسووا يعني حد ما يقدر سمعنا في ناس يجيبون ناس من برا بعد ايه في اقول لك اقول لك الغالي حد ما يقدر وحد يقدر انت تلزم عليهم لازم عن الشراع لا انا على مقدوري وزير لي اقدر صدق ويمكن يفوز بعدها يمكن يفوز اي نعم عبد الله شو تقول في الشراع انت شراعك من يفصل اول شيء عندك شخص معين يفصل لك ولا انت تتدخل تحط بعض الامور والله من بعد الله الفضل لاخوي مايد نعم افصل الشرع من عنده الحين فصل الشرع محليه اه. كم يكلف الشراع اللي تفصله يكلف لين 20000 الشراع الكبير غير ما يوصل 40 لا المحلي لا ما يوصل هذا تتكلمون عن الشرع الخارجية الخارجي كم يكلف على حسب على حسب مشكل الدول واحد أه. الأوروبية غير الأسوية غير يوصل 40 والله هي اللي عنده فلوس ما يهم مكتوم يضحك مكتوم مكتوم مجرب أبخص عني أنا شو مجرب مجرب عارف مجرب هذا في 2005 تقريبا 2004 ايه طحنا على واحد مصمم فرنسي على ما أعتقد فرنسي ايه ما شاء الله وصلتوا فرنسا لا لا والله اللي يصنع الشرع تلقاهم في كل مكان وتلقى مصممين وين ما تبقى تلقى يعني موجودين مصممين مال الشرع فاحنا فصلنا شرع تقريبا 2004 شرع المشربكه شرع اللي شكل اوروبي ف سبحان الله الناس كلها يعني قامت تشتكي ان شرع اوروبي ومن هالكلام بس هو نفس الديزاين يعني قصه هي الشرع نفس ما هو بس قصه الشجيج غير ايه فكل شقه كل شقه كانت في الشرع لها شغل ثاني قوه الشرع اقوى عن الشرع هذا يعني تقريبا دبل لو طار عن قدامه وقبضته في الشراع هذا تقريبا ينطر الشراع عندك هذاك لا ما عنده مشكله حتى لو خفت فيه السايبه تتم يعني اكثر وقت تتم السايبه فيه يسوي نتائج ولا؟ نعم اي نعم يينا الاول ويينا الثاني ويينا الاول ما وتستخدمونه ما زلتوا استخدمنا لا لا وقفنا طريقه القصه الشيء وقفتوا؟ وقفنا يعني ولا؟ منعوه منعوه ها؟ منعوه نعم شو رايك؟ في الشراع؟ هي هو نفس الشراع بس قصه الشجيج قصة الشجيج أوروبية القصة؟ قصة نفس الشرع الأوروبي الاسبينكر 90 قطعة تي في إيه بس هذا يعني دخل يعني قصة. دخلته في الشراع يعني خلاص اخترب كل شيء بعد بس لأن الجماعة كانوا محتجين على شيء صراحة محتجين على غلا الشراع ما كانوا محتجين على قصة الشراع يعني قالوا هالشرع غالية وناس مكلفة وناس بس عقب غيروا قصة الشجيج وطلع نفس القيمة يعني نفس نفس الشيء تدفع كم؟ تدفع 30 إيه الشرع 40 على حسب القطعة حد ما يقدر حد ما يقدر بس هو مو بشرط انت الشراع يكون احتجت على غلاء الشراع الشراع مو بكل حد بيبهن صدق اليوم خمسة ستة سبعة معدودين على اصابع عندهم امكانية السنيار كله ما عندي اياها فصارت المشكلة هي هي اللي عنده الامكانية انت مثل ما قلت الحين الشراع بيخاطف بمرتين بعقب يسوي غيره غيره ما يقدر يسوي الشراع هالكلام اللي تقوله اثر على المنافسة نعم وتغيرت نعم المنافسة نعم كلها وحتى كبار السن اللي تقول امي مش موجودين لا موجودين موجود موجودة في السباقات في المحامل موجودين كم نسبتهم موجودين يعني اذا شفنا في الصير 100 محمل كم ناخذها مثل الوالد موجود لين ال 15 ل 20 كبار السن لكن اختفوا من المنافسه من التجهيز من الامكانيات من التطوير حد منهم يعني مثل عمي محمد بن راشد سعيد بن سالم عبيد الطاير مصبح عابد وايدين من الشباب موجودين لكن في منهم بينافس وفي منهم متاخر بسبب الامكانيه والتطوير التجهيز شو رايك في اذا في فكره مثلا في سباق مثلا ما يكون ساحلي سباق طويل يعني نعم يوصل مثلا الى 50 ميل او اكثر يكون سباق سباق للنخبه المحامل يعني الخمسين مثلا اللي يشوفها النخبه يكون له سباق والخمسين مثلا الباقي اللي هي امكانياته مثلا على قد حاله تنجح الفكره هذه؟ لا
مثل ما يصير في سباقات الهجن، مثل ما يصير في ما تنجح. شو السبب؟ كنت بس لازم معطيات يعني عازل انهم الربعه. لا 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 كلهم في سباق واحد. ايه. بس المواصفات كيف بتعرف انت المواصفات؟ النتائج يعني تاخذ نتائج سباقات سابقه تاخذ اي وتشوف ارقامهم تشوف الارقام كم اوكي لازم نطلع بالمواصفات بعد هني اشياء ثانيه تطلع عليك تبع تطلع انك انت هذا لك ما اعطيت اليوم مش بس الشرع المحمد الجوائز تكون مختلفه طبعا لكن في البحر يختلف عن البر وايد ان كان من البوش ولا طيور ولا سيارات اي شيء البحر غير كم اجتهد ولد عمي يمكن انا خاير خيور واسير في مكان احسن ونصيبي اخذه لو هو اسرع ولو هو متطور الرزق في البحر غير عن كذا مكان نصيب صدق نعم في دلمه ولا في الصير باتر ما حد يقدر يقول لك انا الاول لان السرعات كلها يوم خطفنا في السهيلي رمس سعيد قلت له سعيد انا بسير ينوب قال لي سر وانتبه لكن لا تتجدد قلت له ان شاء الله يوم استوى الهواء كان خطف يوم حنسير بعدنا قالوا سير هدينا وهدينا وخطفنا يوم تمينا يجي 10 دقائق لان شو الهوا اللي جاي عندنا ما صرنا شوي لان طبع مني وكسر مني صدق طيب احمد يعني الهوا الطلب الحين يعني الكلام اللي يقوله الوالد راشد المجموعات اللي صارت الان ويمكن يعني حتى المنافسه اختلفت بين المحامل صحيح هاي الاسماء من زمان موجوده وتكون على المنصه لكن لو ناخذ مقياس مثل سباق دلمه حجم الاستعداد بالنسبه للسفن تشوفهم هذيلا مجتهدين ومستعدين طول الموسم ويسوون ترايات ويغيرون في الشرع ويغيرون في كل شيء يعني في ناس مجتهده طول السنه وتشتغل وتتابع وفي ناس يجيك بس في سباق قصير هذا المحمل ويجمع اليزوى كم واحد وشارك من اجل المشاركه بس انه يكون موجود طيب هذا يختلف وهذا يختلف بعد هذا تعب طول الموسم اكيد صحيح ولا لا صح اكيد انت الحين شوف هو انت الحين بتتعاون شغله الشرع تعاون اليزوى النوخذه ربعك اللي يسوي معاك تراي المحامل اللي تجرب معاهم تطور انت الحين محمليه انا يمشي انت تعدل على محمليه اذا كنا جروب صدق شوف شو عندي انا تعدل انت شو اللي انا معدلنه فتطور يتطور محمل الاول الثاني الثالث الرابع كذا يعني تتطور الشغله في التعاون تتطور الشغله هاي الشرع حتى انت مثلا الشرع تفصيل الشراع تفصيل الشراع ما يجي من اول مره افصل الشراع عقب اطور في الشراع عقب لين ما توصل لمرحله يبالك وقت صح كل ما فصلت وعدلت وبعدين الشرع تتوزع مثلا توزع على 10 محامل هني تبين عندك النتائج أما إذا أنت بروحك تفصل أو حتى لو تفصل عند مصمم في محمل واحد ما تقدر تطلع نتيجة شراع قوي الجروبات والتعاون في السباق هي اللي هو اللي يطلعك طيب أنا بسأل سؤال عن الجروبات فعلا يعني المجموعات ونشوف أكثر من محمل 5 ولا 6 مثلا في سباق حظوظهم اكثر لان ممكن واحد يكون في العالي لا واحد يكون عالي واحد يكون سافل وواحد يكون قريب وفي اجهزه وفي اتصالات وفي هذا طيب يعني هذه الامور اللي دخلت الان اكيد هذه الجروبات راح تكون اقوى عن البقيه بس ممكن يطلع واحد مو في مجموعه هاي الجروبات ويفوز مثل سباق يصير نعم هاي الغالب تصير هذه هاي يصير ممكن والغالب ان هذا ممكن يصير لا كيف الغالب انه ممكن يصير يعني شوف اذا كانوا 6 ولا 7 محامل اذا كان المحمل يعطي نفس مستواهم يعطي نفس مستواهم او عنده حتى لو فرق نص ميل افضل نعم وخطفه نيوش واحد هو هذا اللي عند الفرق نص ميل هو بيجي بيروح هو اللي بيحكم عنده اذا خطفه نيوش واحد من الانطلاقه للنهايه الغالب هو اللي عنده السرعه ما بيقدرون ياثرون عليه هو اللي بيقدر طبعا في معطيات غير في السباق يعني ممكن انه يتاخر الهدي هذه اشياء بتاخره لكن اذا انطلق وياهن صح اللي عنده سرعه اكثر ويوش واحد بيوصل قبل ما بيقدر ما تاثير المجموعات بيكون اقل لكن شوف المجموعات في السباقات هاي الطويله مثل الصير مثل دلمه حظوظها اكثر من السباقات الساحليه والله الساحليه بالعكس هو حتى المجموعه يعني اليوم انا اقدر اذا كان عطني المنظم عطني خط سير يوش واحد يعني يوش راعين على ما قالوا عطني هدد مضبوط يعني او توزعوا على الخط فرصتهم اكبر عني انا
اذا توزعوا على الخط هو ست محامل وتوزعون على مسافه ميلين. طيب افضليه عندنا انا بتكلم عن يعني الاجراءات اللي تكون عند خط الانطلاقه. البعض يقول لك انا بطرح عند محمل مرشح ان هذا بيكون يعني مرشح ان هذا بيكون في العشره الاوائل، هاي واطرح عداله ممكن تصيب ولا؟ والله ممكن تصيب، ممكن 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 انت اذا حصلت الطراغه عدله بس بشرط انك تطرح عند واحد مرشح. انت ما استفدت من محمل تنطلق واحمد بشرط انك تنطلق معاه واذا فرق انت بينك وبينه بوينت 1 يبالك ساعات عشان تفرق منه شيء بسيط. هي انت ما بتلحقها بس بتكون عداله. لا اذا هو خطف وطلع عني اكيد بيدري علي انا. لا بيدري عليك. سويت شيء انت مبنوخذ بس في ناس يسوون شيء. لا انت روحك يقولوا لي بنطلع حساب الله قلت له بنطلع عارف. زين اذا صار كذي السنيار كله بيلف عليه مثلا بيجيك عند مروان بيلفون عليه بيجونا اربعه من تحت وخمسه فوق بيطبعونه نفس الشيء. اعتقد هذا محمل مروان نعم هذا 25. طيب هل الان السباقات اللي يشوفها سهل انك ترشح ولا صعب؟ يعني من خلال النتائج اللي صارت وانتم تعرفون النتائج اللي صارت هذا الموسم في محامل محتكره للمنصه ودائما هي الموجوده لان مثل ما قلنا مجتهده وتشتغل. هل سباق الصير تقدر ترشح من الان اسم؟ سهل ولا صعب؟ لا سهل. سهل؟ نعم. منو ترشح؟ انا برشح نفسي. ما اقدر انا مجتهد وكل مجتهد له نصيب ما اقدر ارشح غيري. لكن اللي متواجد على المنصة واللي ينافس نعم له كلمة لازم نعم من بعد الله بعد نصيبه شو مكتوب له نعم ولا الكل مجتهدين ما شاء الله امس مجتهدين وسووا امس في سباق دلمة ما تاخذ تراي ولا شيء وتقول انا بنافس الاولي هذاك اللي ياخذون تراي ويتعبون لا ما تقدر مثل امس في سباق دلمة محملك عاد مو طيارة ثمان ساعات متصدر محمل لكن اخر نص ساعه معدي غير الهواء وليا الاول محمل ثاني ما كان محسوب انه هو الاول مثلا مش تغيير الهواء اللي اثر النتيجه لا الهواء مستقر تقريبا ثلاث لا بس احمد اخر اللي تغير اخر فتره في السباق دبي زين حسم وايد خايف ما علي حسم لانه خلاص غلطت لا اي نعم طيب واول مره يعني رعايه الشيخ حمدان من اول سباق وحتى الآن السباق ما شاء الله حتى الجوائز المالية زادت الاهتمام كل سنة ويزيد الإقبال على المشاركة من أول سباق وحتى الآن هذه السنة رقم 27 أعتقد كان لدور في يعني حتى السباقات البحرية تتطور وأصبح هذا السباق اللي هو سباق صير بنعير حتى ناموس السباق مختلف لأنه يتم ويا الفائز طول فترة الصيف ويكون متنومس من هذا السباق. هو بالدرجة الأولى طبعاً الرعاية الحماة هذه وجود راعي الحفل له دور كبير. بعد عندك ميلس الفهيدي الرياضي. نعم. يعني متابع تقريباً من أغلب الدول العربية مش ما نقول عنه يعني. نعم. مستوى أصبح له نكهة خاصة. هموم الرياضة. هموم السباقات هموم سباقات الرياضة بشكل عام هموم سباقات الخيل سباقات الرجاب وبعدين الشيخ حمدان الله يطول عمره مش من الناس ما يعني ما يعتمد المجاملات مباشر إلى حد كبير أو يوجهك للهدف دائما في استنتاجات احنا خلال الفترة اللي طافت يمكن احنا أول ما عاد اللاعب الأجنبي نعم كنا فرحانين وهذا الحين بدأت السلبيات تطلع اللي كان تكلم هو عنها سابقا نعم بدأ يأثر على مراكز في حتى في الاحتراف يعني الكلام اللي قاله في الاحتراف في كرة القدم الآن احنا نشوفه نعم هذه صحيح وهذا شيء صحيح هذا شيء حقيقي الله يطول وجود رأي الحفل له دور كبير يعني أو أيضا الزخم الإعلامي المصاحب يساعد وبعدين يتم مثل كاس مثل ما نقول كاس رئيس الدولة للكورة يتم على طول السنة لين الحين مثلا نقول اللي فايز هو نادي الجزيره كاس رئيس الدوله لين يلعب النهائي الثاني نعم فنفس الشيء الحين لين الحين مروان هو بطل الصين بطل نعم لين ينتهي السباق الجاي نعم احمد شو تقول يعني الجوائز الماليه اللي نشوفها في سباق الصير من اول سباق الى الان كيف تطورت وكيف تطورت الاعداد والزخم الإعلامي اللي ممكن يختلف يعني هو أشهر سباق بحري تقريبا في الوطن العربي ومتابع أنا أشوف سباق الصير مثل عيد للمتسابقين
شفت كيف عيد المسلمين من سنة لسنة. إيه مثل عيد المتسابقين، مثل عيد المسلمين، عيد الفطر عيد المواخدة، هذا عيد المتسابقين. نعم. عندك أنت لو بتشل البحار وياك ما يعرف البحر، فالصير بيتعلم الخيور، بيتعلم بيطلع نوخذه من عقب الصير. نعم. لأنه من كثر الخواير، من كثر الأشياء اللي تصير في السباق هذا. صدق. وطبعاً الجوائز، جوائز ما شاء الله يعني ما قصر الشيخ حمدان. نعم. وبحكرة هي الفكرة، فكرة الشيخ حمدان في سباق الصير. ما قصر. يعني الله. هي اللي سوت 60 قدم، ما كان 60 قدم. صدق. كنا 43. نعم. الصير اللي سوى 60 قدم وبشراعين. صدق. نعم. بعد. الوالد شو تقول؟ الله يطول عمره ويبارك فيه. هذا العادة السباق الصير ماشي مثله. تريون أنتوا؟ نعم. وبحر مفتوح. خطفوا يلا وروح. وروح. نعم. ما تخافوا شيء مون. خلنا نتكلم عن الجزيرة. 3 أيام اللي تقضونها في الجزيرة، الناس تتلاقى ومهرجان ما شاء الله كبير كل سنة يستوي. مثل ما قال يعني في عيد وفي عرس تقريبا بالنسبة للبحارة. إيه والله ماشي عقب. من بعد ما زرنا دلمة. اصرار الشيخ حمدان بن راشد على قيام السباق في جزيرة الصير هذا روحه نجاح مقارن يعني في جزيرة دلمة وجزيرة الصير وايد فرق ما شاء الله. دلمة بلاد ما شاء الله. انا بغيتها بطيارة بتوصل، انا بغيتها بسيارة بتوصل، بغيت الصير مقطوع عن كل بر. نعم. ومن 27 سنة والسباق ما شاء الله كل ما ينجح هذا بحد ذاته نجاح. نعم. يعني نحن كل سنة نسير الإمكانية مش مقصر علينا في شيء طال عمره. بالضبط. إن كان من بترول من ديزل من ماي كل مسدود. اللي محتاجنا كل مسدود. وغير هذا المستشفى موجود. نعم. كل شيء فيه. يعني ما شاء الله. وهو وياهم. نعم. نعم. وجوده بعد فخر ونجاح لنا. نعم. نعم نعم. نشوف هذه الصور الجميلة من جزيرة الصير بنعير. ومثل ما نتكلم عن ناموس الصير دائما نقول ناموس الصير غير مجتوم يعني. سباق الصير والفوز بهذا السباق أعتقد كل نوخذ شاب يحلم أنه يحط اسمه في هذا السباق وأن يكون موجود على المنصة. أنت من متى تخطط لسباق الصير؟ والله سباق الصير يعني تشتغل يعني حق محمدك وتجهز تقريبا قبلها ب3 أسابيع عن موعد. تخلي تجهيز دلمة ولا بتغير؟ لا 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 تجهيز دلمة تجهيز دلمة موجود بس في يعني ينفع للصير ولا ما ينفع؟ لا ينفع. ينفع للصير. نعم ينفع. كل واحد. وبعدين عندك هنا عندنا قبل كانوا يسوون سباقات مسافات طويلة قبل التراث كان يسوي لك مسافات طويلة. نعم. المسافات الطويلة في المحامل 60 وايد يعني وايد زين المسافة الطويلة الواحدة طاح في غلط يقدر يعدل غلطه ويرد. عنده فرصة. عنده فرصة. مبارح سباقات دبي اللي صارت. تقريبا من 12 ميل محمل 60 قدم من 12 ميل انت شو عطيت حق المشاهد انه يتابع اقل عن ساعه سباق خلص. صح كلامك. عندك يعني انت تبون سباقات اطول. اطول حتى لو كان مش لازم كم يعني توصل 25 يعني من 27 من يعني من جزيره القمر اذكر إيه؟ سووا سباق إيه؟ قبل سنتين إيه؟ قبل سنتين. نعم. سباق هو سباق اليمامة. سباق اليمامة. اليمامة. وفي قبله كان سباق بعد نفس السباق من اليمامة كان من نعم. النادي منظمنا. نعم. إذا أنت حطيت نقطة تجمع في الجزيرة هذه وتجمعوا الناس اللي قبلها بيوم ولا نفس السباق نفس يوم السباق الصبح. نعم. هي مد يعني مسافة طويلة تقريبا 27 ميل 26 ميل تكفي أن الواحد يشارك في يعني يعدل شيء عنده حق المسافة الطويلة. نعم. شو فائدة الترايات اللي تستوي قبل السباق من الجزيرة؟ نحن اللي نعرفه أن هو الجزيرة أول الصبح شوي يكون يعني لكن شو فائدة الترايات اللي يسوون تستفيدون منها في الجزيرة؟ أنت ما شفت كم تراي تقريبا تضربون؟ على عمرك ما شفت حادوه يوم خطفوا وهذا في النص انطر الشراع أول انطلاقة انطر الشراع لا شوي لا صار بعيد أول 10 دقائق نعم رد وحط شراعه ولحد ويته دخل 29 دخل هذا وين 30 دخل الكايد والثاني دخل النهاية هاي فايدة سباق الصير المسافة الطويلة هذا اللي المسافة الطويلة نزل تعق شراعك تبدل شراع أحمد بالنسبة لحالة الطقس من متى تبتدون سباق الصير يعني تتعاملون حالة الطقس وتسألون بديتوا من الآن ولا تتريون؟ آه بدينا أوردي بدينا إحنا. بديتوا. بدينا. شو الأخبار اللي يعني استنتجتوها من الطقس؟
والله أنا أقول السبت بيكون هو سهيل يريح الصبح. هو يعني يوصلن في كم؟ والله ما أدري هل قام في السباق ولا ما معاكس الهواء. معاكس هو مو مناسب. أنا أشوفه كان غير مناسب. هو معاكس؟ لا مش مناسب. لا هو قوي وايد. هو قوي من السبعين أحمد. يا أحمد قالوا لا 80 درجة. خبيرنا شو يتوقع؟ لا لا 80 درجة هو متعب جدا. متعب متعب. هذا صار استوى مرة واحدة ووصل في رقم وصل الأول في رقم قياسي. إيه أذكر أربع ساعات. بس, بس هو يعني تقريبا نص سنيار تكسر أثر من هاك السباق. يعني اللي متوقع ما وصلوا حد. اللي متوقع انه بيكون في هو هي الرياح هذه يعني اذا انه ما في هو تعب على المتسابقين. رياح جنوبيه من العامات الاول تعبوا يعني وصلوا المغرب. اي بس لكن كان هو زايد عن حد مشكله. مشكله كم بتوصل؟ كم توصل؟ تتبع انت شوف بس سباق الصير اهم شيء ان المحامل كلها توصل سلامه المتسابقين لانك انت تعدل من متى وتجهز هاي السنه طول السنه. نعم. حق سباق الصير عرفت ما تبى تخسر ولا تبى حد غيرك يخسر السباق هذا ما تبي حد يخسر من يزيد من العشر بس كمل السباق ما اعتذر الكسر وطر شراع في السباق هذا مالية غربية لو توصل طول السنة عشر يزعلك لين السنة الجاية لو يوصل 16 تصير به. نعم لكن طيب نوقف مشاهدين الكرام ونتوقف مع فاصل نرجع مرة ثانية أيضا لتكملة الحديث ابقوا معنا. لتراث عري ترتفع الأشرعة البيضاء في كل عام معانقة رياح الخليج العربي لتواجه مياه البحر مقتحمة الأمواج وصولا لخط النهاية. سباق الجفال على قناة ياس. الجينيس الفرنسي يعود بإطلالة جديدة برعاية من أبو ظبي. منبع نجوم سباقات فرنسا ومصدر أبطال المحافل الكبرى يفتتح ستار أبرز الأحداث الفرنسية والأكثر تنافسية. أبو ظبي جينيس الفرنسي على قناة ياس. ثاني جولات التاج الثلاثي حيث يأتي أبطال كنتاكي لإثبات قوتهم وقدراتهم اللامحدودة. مضمار بيمليكو الأمريكي سيكون على موعد مع النسخة 142 من البريكنس ستاكس حيث يتوشح البطل بالزهور الصفراء. سباق بريكنس ستاكس على قناة ياس.
مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونواصل حديثنا حول سباق القفال. مكتوم، أسألك عن السرعات اللي وصلت للمحامل الآن. يعني أمس احنا كنا في لقاء في دبي يقولون السرعات وصلت تقريبا إلى 22، سرعة عالية تقريبا. والله وصلت 22؟ 22 ميل؟ نعم، توصل في الهواء توصل. وإذا كان يعني عندك شباب يمودين المحمل وهو زين توصل. اليزوة اللي معاك أنت في المحمل تحصل صعوبة في أنك تجمعهم، أو أن يكون الفريق هذا واليزوة على طول وياك في كل السباقات ولا يتغيرون؟ لا والله هم تقريبا 80% ثابتين و20% في تغيير. في تغيير؟ نعم. نعم، شو رأيك في السرعات؟ وصلتوا ل 22 سرعة؟ نعم، متجاوزة 22. جاوزة؟ نعم جاوزة ما شاء الله. بس الله يسلم اللي يوصل، يعني اللي يثبت على هالسرعة السلامة من الله عقب. يا بين طر الشراي يا بين طر المحمل، أنا الهوى هذا بيسوي موية بعد في البحر. نعم، من يزيد مخلوق. وعلى حسب درجة الهوى معاك أنت في سيرك، إن كان سيرك معسر ما توصل السرعات هاي بسهولة. ما توصل. نعم. الوالد بسألك عن أثناء سباق الصير. انت ما شاء الله انت كم سباق ما شاء الله شاركت حتى اللي في الصير؟ كلهم ما شاء الله. نعم. الله يعطيك طولة العمر. في هذه السباقات كلها جيت المركز الثاني في معدي. ايه، وجيت السادس وجيت السابع، جيت على المنصة. اي نعم. ناموس الصير شو اللي يفرق فيه عن الباقي؟ لا السؤال ها ماشي فرحة مثل ماشي ماشي. ايوه نعم. زين، اثناء السباق شو تسوون اثناء السباق؟ شو تسوي بعد؟ وانتو جايين؟ ونحن جايين فرحانين. ها؟ فرحانين. والنوخذة والبحر. يعني الله يطول عمارهم ويكثر خير وبارك فيهم. شو ياكلون في السباق؟ ياكلون. أنا البارحة يخبرني مصبح بن عابد يقول يعطيهم يح. يح. يقول ناكل يح ونعقى بحر. بس. وغرامة. بعد. ياكلون يح، ياكلون هنبة، ياكلون. نعم. مستانسين. بس في انا يعني اثناء التعليق واثناء السباقات البواخر التجاريه هاي اللي تدخل في المسار. اي الحين سمعت بان الحين خلوا المسؤوليه على النوخذه والطاقم انه هو ياخذ حذره، لان هاي المنطقه فيها بواخر تجاريه. وانا شفت يعني بعيني بعض المحامل قبل سنه وسنتين كان ممكن تعرضون الحوادث. اي نعم. طافت. شو اللي تسوي انت كنوخذة؟ والله انا اذا شفت هاي السيارة اللي شفت السير باي من وراها، من وراها ما تاخذ، ما تقول باي قدامه. لا هي سرعة غير ما تشوفها انت. هي طيارة مو هذا واقفي ها ولا بلي قدام انا شافها سباق شو بعيد. احمد، اثناء السباق وانت ويا البحارة تتفقون من قبل على طريقة معينة، ولا اثناء السباق ممكن يتغير كل شيء، ولا تشوف وضع المنافسين وتاخذ القرار؟ شو تسوي انت؟ هم اليزوة عارفين شغلتهم في المحمل، لكن في خلال السباق اكيد يتغير حسب المنافسين اللي معك، حسب المنافس تغير الخطة. يعني بعد تقريبا 3-4 ميال ممكن تعرف اتجاهك وين وتحدد الهدف وهذا، ولا بتغير؟ شوف سباق الصير ما تقدر تقول انا بمشي بروحي في السباق. ايه. باخذ طريق. انت تمشي يعني تقبض مع المحامل المتجدمه، اذا كنت في المجموعه المتجدمه. نعم. انت والخير رباعي في سباق الصيف. تتواصلون؟ لان اللي اعرفه الحين ما ادري الاغلبيه ولا الكل يتواصلون بجهه. الحين نعم نتواصل. الكل؟ مو بالكل، كل واحد عنده قروبه. ايه. كل واحد عنده قروبه، بس انا يعني انا اتواصل ويا عيال عمي واخواني. ما عندك مجموعه، لكن لا. انت في عندك كذا محمل. عندي عيال عمي عندي اخواني وياي. نعم. لان تفيدك انت المجموعه. ساعات انت تكون زارد دائما. نعم. ما تدري بعمرك ولد عمك مثلا ملين دائما يقول لك عندي سرعه اعلى. نعم. هاي يفيدك دائما، يفيدك المجرى، يفيدك امور في المجموعه تفيدك. نعم. احمد، كيف ممكن تحدد يعني بالنسبه لسباق الصير؟ لان نحن في كل سباق الارقام والمحامل والاسماء اللي يعني، او لو اقول لك 10 اسماء في سباق الصير بعد الانطلاقه بكذا ميل بشوفهم هذول قدام. طبيعي صح الكلام؟ نعم صح في الغالب. يعني الخبره هي اللي تحدد انه واخذ الموجودين في هذه المحامل. الخبره، لان حتى الانطلاقه حتى الدامن نفسه كم بعد الدامن كم لين الدامن هذا ينفع في الانطلاقه. نعم. حتى تلقى الهدد ابره مش منتبه، صاك دامن خطف تم حل المحامل روحا لين يذهن
المحامي روحت انا، بس الشباب اغلبهم اللي عندهم خبره جاهزين حق هالشيء. السباق يصير في حظ بشكل كبير ولا ما يعتمد على الحظ؟ انا اعتقد ان اغلب السباقات يعني في محامل في سنوات ماضيه ما كانت مرشحه ايضا وفازت بصير. وانا اعتقد ان اغلب السباقات يعني نخدم بالقوه، لكن يمكن سباقين او ثلاثه. يعني انا في سباق ما بي باسم المحمل، كان المحمل وراء نهائي فقرر انه يسلك الطريق المختصر اقرب طريق. نعم. محامل سباقات انه يوم وصلنا البر المحامل داركوس هو دخل الاول. نعم. هذا يعني الحظ لعب دور كبير فيها. صح دانا. أما في الأغلب بالقوة. دانا ولا شيء اسمه. هذا بيعنا. هي الخبرة. الروم. خبرة مش إلا في خلال السباق. لا طال عمرك عادل. خبرة في التجهيز قبل. نعم. خبرة في الانطلاقة. أنت تقول مثلاً العشر الأوائل إذا الخبرة تطلع في تطلع من البداية. من الخطيفة. الله يقدر. الله. هذا يقدر يطلع. يقول لك رزق الوالد. يقدر يصح. الله أنا أقول لك. خبر له دور. الترايات القبلية لها دور. لكن الله. الحين أنت مو بجاهز وأنا جاهز. صح. قبل في الترايم جاهز. هاي. جاهز كل شيء. دامن قياسه كم هذا كم. خلاص. خبره لها دور. يعني. هي اللي تطلعك. مثلا في حد بيرتبش عند الخطيفة ما بيظهر محمله. في حد بيركز عند الخطيفة الخبرة. خليك تركز أنت في السايبة. يا إزواك مركزين على المخطف اللي بعادلون يعادلون في المحمل. هاي خبرة ترى. نعم. خبرة مو بلا نأخذها، خبرة الجروب كله اللي معاه اليزوة. أنت حين نأخذها بتقبض السكان، لكن اليزوة اللي في النص هم بيعادلون المحمل عشان يظهر هالخطيفة، هم بيخطفون بسرعة بيمولون. يعني كلها لدور، كل له دور هذا. نعم. والتجهيز لدور. يعني السباق أنت مش بسهولة. أنت تجهيزكم متى تحددونه؟ لا جهز في التراي. يعني الحين السنة هاي كاملة يعني تكون جاهز أنت ذاك يعني تطور. جهزت قبل سباق دلمة، سباق مهم. جهز. طيب جهزوا لسباق دلمة، يا بنتيجة ما يا بنتيجة بتستمرون ولا بتغيرون بعد الحين؟ أنت تشوف وين الغلط، هل كان الغلط في الشراع؟ هل كان الغلط عندك؟ لازم تعرف وين الغلط في الخطيفة. هل كان المجرى عندك غلط؟ إذا كان المجرى عندك غلط، إذا كانت عندك الخطيفة غلط شيء غلط، ما بتغير شراعك. شوف وين الغلط. الغلط عندك. هي الغلط في شيء ثاني. نعم. لازم تعرف غلطك عشان تصلحه. مثل الوالد الغلط كان عندك. اني انا. ها. نعم. ما بتغير شيء. ما دعكت على اليزوة وها. ها. يعني نسيت البر اللي انا وانا عايش فيه. البرور هاي ديينه والربعة الله يغذن. ها. أشي وربعة. ها. انا كنت 7 سنين هناك عايش. زين. في البواخر وودي البيلت وودي زين. وكيف؟ يوم تميت يعني ساعة ونص ساعتين قلت كيف أنا أنت ليش ما خاير؟ زين خاير ودخلنا بالله ولا بعد ساعة ونص أمشي ساعة ونص. أي والله. ولكني بعد أقرب صرت، لو أنا قبل خايرت بيصير قبل كل 90 معمل وراي. سباق يصير على شو ناوي؟ ناوي بس إن شاء الله عند الله النصيب. ينافس ويقول على الأول. بينافس على الأول؟ ثاني الأول إن شاء الله. إن شاء الله. لا إن شاء الله ما دام أنت جيت الثاني. إيه؟ ليش يعني ما تكون الاول؟ ان شاء الله في سنه من السنين جاي الثاني يعني بتنازل ان شاء الله. بتنازل مجرب المنصه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. واب خشب عندهم شوي صعبه اللي هي كان الخبره تلعب دور يونك. لا تقول انا شباب ولا ابو شباب يونك على الخط. يزوى مشكلتك. كم العدد اللي عندك؟ العدد 20 لكن ما ينفعون. لا احد يربط ولا احد ما ينفعون. ترى بينزلون ابوي عنك. لا ما باهم قدرت تموت. احب يسمعونك بيزعلون. لا لا زينين زينين زينين. ها عقب شو؟ لا بدنا زين. عبد الله يعني انتم في زفزاف افضل نتيجه لكم كانت كم؟ احسن اسم هاي زفزاف. زفزاف. اي نعم السابع في الصيف. شو يعني زفزاف؟ زفزاف شوام يقولون هذا من هو هذا اللي يجي الصبح. يا سلام. هو هذا هو مني. ايه. هذا يبرد القلب. هذا هو يبرد القلب. الزفزاف. عندك شعر الوالد حافظ شيء؟ سهيلي الينوبي. اي سهيلي الينوبي. شليت لك زفزاف. برد استلال ينوبي. لولك رضفت الحاف. الحاف. اي هاي سموه. احب يكون بارد يقولون من بارد. سهيلي يكون الصبح. ايه. يبرد القلب. شو النتيجة الأفضل نتيجة تتذكرها؟ السابع. السابع؟ نعم. السادس. السنة في السباقات الساحلية. السادس. 43 في الستين. لا في الستين. السادس. نعم قبل سباقين. ما شاء الله. يعني أنتوا قريبين من المنصة. لا جريب. الحمد لله. لكن محملكم مشاري جديد ولا؟ لا نعم بطرينا السنة هاي معدلينا كنا. ايه. وبعدها هنا السادس. السباقات الطويلة حظ مع سرعة.
حظ مع سرعة، لأن أمس خبرنا بن عابد مصبح يقول قليل من السرعة كثير من الحظ. فصير نعم لكن لو كان الحظ لا تتركون هو الحظ اللي قايم، لكن لو كان في الله حطه في مكان زين وتصدر ومحمل وراء أسرع منه بيلحقه على المدى، بيلحقه بياخذ يعني بياخذ الصح من المحمل قدامه وبيلحقه. لازم لو أنت حظك أحسن وبتتصدر في خيورك ولا في شيء عنه اللي عنده سرعة بيلحق. أول كانوا يقولون الوشرة هاي الحوق الساعة على الساعة صعيب، اليوم لا، اليوم اختلف. اختلف؟ نعم، اللي عنده ميل ولا ميلين وراك على المدى هذا بيلحق. يلحق. نعم. طيب سباق الصير، يعني أنت أول ما تركب المحمل أهم شيء تسوي شو في سباق الصير؟ مكانك، وين تختار المكان، وين تطرح خطيفاتك، أهم شيء. الواحد يتوكل على الله ويجتهد في الأرصاد. إيه. خلاص يحدد خط صيره من الطرحة وهو رايح في خوائيره، في والله يوفق اللي بتوفق في خط سير. نعم. بياخذ فيه سوايب مثلا، ما كانت سوايب عامة على الكل مثل السهيلي، كانت سوايب متفرقة، اللي بياخذ له خط سير زين بحصل السرعة اللي الله بيوفقه. نعم. فيها مجتوم تتواصلون بالأجهزة والخايور؟ روحي أنا. ما أنت ما عندك حد؟ ما شيء. مقطوع يعني؟ مقطوع. ليش؟ ياخذ نصيبه وروحه مجتوم بروحك. نعم. يعني ما يشارك قرارك تاخذه بروحك. بروحك. من متى ما اخذ هاي الطريقه؟ والله من بديت ما تستخدم الجهاز. استواج من ما يطلع من السباقات قبل ما يد معك محمل ثاني؟ كانت سالفه تقريبا سنه 2000 في الصير. انا قبل كنت يا مايد. ايه بنفس مايد كان في محمل روحه بعد، ومكتوب في محمل روحه ظل. لا انا كنت ساير ويا مايد بس ما شاركتك السباق. من متى اخذت الطريقه هاي؟ من زمان يعني. هاي والله استعملناها تقريبا سنة 2000. طيب ما اشوف الشباب كلهم يعتمدون، يقول لك بعد حشرة مع الناس عيد، الناس كلهم يستخدمون الأجهزة. هو عنده أسرار ما يبي يخبرها. نادر واحد يقول لك شيء يعني صح. ممكن ما يقول لك. يمكن يقول لك. يمكن يقول لك، يمكن أنت تقول له. شوف أنا إذا أنا وعبد الله ولا أنا وعمي راشد تنافسنا على المركز أحب أن يطوفه. كيف أنا أصير أعطيه شيء ما يصفط لي يعني؟ ليه؟ ما يثق في حد مكتوب. لا لا مو مثل لا هي الثقة هو بعد موجودة. منافس هو منافس. هو يتكلم في المنافسة. ومبغيت الصدق هاي الأجهزة أنا أعتقد من مبدأ العدالة يعني المفروض إذا أنت بتعلم نأخذ الطريقة صح أن هاي الأجهزة ما تكون موجودة. كلام مكتوب. وبعدين الفريق الواحد يسوي على أساس تعرف إنه أخذ الصح. أنت ما تبغى تطلع إنه أخذ. بعد عندك مشكلة ثانية، يجيك الفريق اللي عنده الفريق مبارحة أحمد بن سعيد تقريبا بيجي الأول ولا بيجي يعني هو يا الثاني. نعم. بيجي الأول ف 99 و25 نزل عند أحمد بن سعيد تحت. أحمد بن سعيد عينه على شو؟ على 25. 99 خاير روح للهدف. احمد بن سعيد طول المدى لان 25 بعده هذاك روح. ايه هذاك روح. فلو هو يعني مخاير تقريبا معاه 25 لانه هو قدام البوايد يعني فرق تقريبا 2 كيلو ولا 3 كيلو هو دش بوايد الكايد قبل. بس هذا اللي يصير الان نتكلم عنه في دلمه ممكن يستوي في الصير؟ يستوي بس احمد سعيد ادخل المنطق ادخل ارباك ادخل الارباك الشخص نفسه عرفت. نعم. فخليه ينتبه يعني الريال اللي يمسك السكان ناخذها وصل برا شويه من قبل ايش يعني لو واحد يزعق لك ما تشوفه بس الماي خفت عليه 99 يوشوش عليك ماي عندهم حدا يجيك يقول لك ياك عندهم يوشوش عليك جالس برا الاهلي ماشي ماي. نعم. فهذه اذا الشخص يعني انا بتكلم عن يعني ان المحامل شرط ان يوصلن جزر القمر يعني القمر عند بن حنبور البويه هذه لازم تدخل فيها المحامل. شوف هذه اللقطات سلام هني ممكن يتحدد الفائز ان احنا في كل مره نشوف المحمل اللي قدام من يطوف هذا هو الاول يعني نشوف بعض الخواير تستوي لكن من خلال هذه المنطقه خلاص ممكن يتحدد صاحب المركز الاول في الصير. لا من الاول مني من بالحنظور الان في اكثر من سنه يعني هذا الاجراء اللي يصير ما يتغير مروان دخل ما صار العام مروان هو مو شرط اذا دخل البويه والسايبه دارت خلاص خذت وضعها ودخل المتصدر
صعب تلحقها. فإذا استوى دوق، استوى سوايب، استوى فيها خواير، هني يمكن تتغير المراكز. طيب أنا يعني سؤالي الآن، إحنا قبل ما نختم، في الصير السنة هذه الأمور بتختلف، ممكن نشوف بطل جديد، ممكن نشوف يعني شيء جديد ما شفناه في السنين الماضية من خلال الأسماء أو المحامل اللي ممكن تيجي على المنصة. يمكن، نعم، هذا شيء عند الله، ما حد يدري. يبون يقول أنا بيجي قدام وهذا، لكن الشيء عند الله. نعم، لو هو يصير يعني محمله أي شيء يعني غيره. نعم. عبد الله، العلم عند الله. المنافسة، المنافسة هي ما بتتغير، الساحلية في المسافات الطويلة، المحامل يعني هي نفسها. اللي كان يفوزن طوال الموسم هن مرشحات؟ نعم، ما بتتغير. احتمال حظ يكون الشخص، لكن مجثوم نفس الشيء. يعني البطل في الصير السنة هاي معروف، ممكن نقول والله المحمل الفلاني ولا يعني أو ثلاث محامل يعني ولا صعب؟ لو شوف سباق بوظبي لينني وتأخذ من ثلاث سباقات مع سباق دلمة، بتحصل الأول بيكون من بين هذه، لأن الأول ما تم ثابت إن سباقات بوظبي، بس يا مرة هني الأول ويا دلمة الأول وما بثابت. يعني من الخمس الأوائل اللي ماسك المنصة في أربع سباقات اللي صارت هني بوظبي هو اللي بيكون. نعم أحمد موجود. والله أنا أتوقع صعب ولا العشرة؟ لا أتوقع العشرة لين في دلمة منهم واحد منهم بيه الأول. من العشرة؟ واحد من بيله. نعم، توقعت المنطق يقول شيء، لكن أنا أتوقع حد جديد. تتوقع شو؟ حد جديد يكون، اسم جديد يعني. اسم جديد إن شاء الله نكون. والله عبد الله وايد متشجع. عبد الله وايد متشجع. إن شاء الله إن شاء الله الله يسمع منك يا أبو محمد. طيب نتوقف مشاهدينا الكرام مع هذا التقرير، وهو بعنوان شهر مايو شهر القفال. لأنه يكون نهاية الموسم المثير والمتنوع محلياً لبطولات المحامل الشراعية بفئاتها المختلفة، يطلق عليه اسم القفال، فهو يأتي لكي يختتم الموسم ويكون آخر منافسة محلية للشراع تنظم من خلال الموسم، ويشد له الرحال البحارة وكل المغامرين في هذه البطولات. شهر مايو هو الموعد المفضل والدائم لحضور سباقات القفال، وهو الوقت الذي نشهد فيه هبوب رياح مختلفة بمسميات معينة لدى البحارة وأبناء البحر، ويتناسب بشكل كبير مع إقامة سباق المسافات الطويلة من خلاله. ففي مايو من كل عام ومنذ عام 1991 ترتسم فرحة إقامة السباق، ويكون الموعد المنتظر لعشاق ومحبي المحامل الشراعية، وبالتحديد سباق القفال. شهر مايو هو الفاصل بين شتاء جميل وصيف منعش، بين الأجواء الباردة والحارة، ومايو هو شهر الحب للبحارة والموعد مع الحبيب. مع سباق القفال عشق كل بحار وحلم كل نوخذة. في شهر مايو إذن يكون ملتقى الأحبة مع المنافسة، وتفتتح جزيرة سيربونعير ذراعيها في انتظار العشاق. نعم، هم عشاق لك أيها الوطن، عبر لوحة جميلة ورائعة تقام دوما في مايو، لوحة عشق ينقلها القفال لكم ويقدمها بمشاركة أكثر من 3000 بحار في ملحمة تراثية قل أن نرى مثلها اليوم في أي مكان أو زمان. كوة
اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا ونحن نقترب من موعد القفال اللي راح يصادف ان شاء الله يوم السبت القادم. الوالد بعد نهايه سباق دلمه اللي يقيم في يعني اماره مدينه الظفره، كان هناك استقبال بعد السباق من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي الله يطول في عمر ابو خالد. نعم. استقبال يسجل لهذا الرجل باهتمامه بالتراث والنواخذه والبحاره. شو يمثلكم هذا اللقاء وهذا الاستقبال؟ الله يطول عمره ويم الحاله وطال عمرك حمدان بعد وياهم. نعم. يعني يصير وياهم هناك وياهم في المرفأ. نعم. ولا قصروا شوف. نعم. نعم. ويشجعون على هذا الشيء. ونحن فرحانين من فرحتهم يعني. نعم. سباق دلمة يعني يوم سمعتوا بهذا السباق اللي هو 80 ميل. إيه؟ وسباق يعني أكثر جوائز في سباقات البحر من استوى الشرع. إيه؟ كيف تقبل يعني استقبلتوا الخبر؟ شوف بعد. فرحنا فرحة. نعم. صرنا وسوينا بعد يعني تراي في تجريبي. نعم. تجريبي تجريبي. نعم. ست محامل أظني كان في دلمة قبل سووا سباق تجريبي. نعم. 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 عبد الله يعني الاستقبال كنت موجود في الاستقبال أنت حضرت؟ هني في أبو ظبي ولا؟ هني كان في أبو ظبي. لا ما حضرت. أنا وأحمد بس. أحمد حضرت. مكتوم وأحمد والوالد كلنا. شو صدى هذا الاستقبال عند ال هذا بعد شو فرحة محمد بن زايد. الناس المهتمين في البحر. يعني هذا شوف دعم الشيوخ لولا دعمهم. نعم. ما استمرت الرياضة هاي. حتى الشيخ محمد الله يطول عمره قال نحن لو نغفل عن هاي الرياضة. نعم. سيناها. صدق. فأنتوا منكم من الدعم ومنكم الاجتهاد في السباقات يعني. نعم. حافظوا على هالتراث. نعم. وصراحة شرف والله كان بالديبان عند قصيدة بعد فيه. نعم. مكتوب كنت موجود؟ نعم كنت موجود. النواخذ الشباب يعني وتوجيهاته خاصة للنواخذ الشباب الموجودين في البحر الآن. هذا الدعم حق الشباب كلهم الموجودين. نعم. وأعتقد أنه إذا ثبت سباق دلمة أعتقد إن شاء الله يثبت. إن شاء الله بيثبت إن شاء الله. نعم. أعتقد أنه بعدد المحامل كان تقريبا 111 على ما اعتقد تقريبا في زياده بتكون تقريبا 20%. نعم. السنه الجايه يعني بتكون. نعم. احمد يعني مثل هذه الامور اللي تحدث الان في الرياضات البحريه والمحافظه على التراث سباق دلمة سباق الصير هذه السباق هل تشوف العدد كافي بالنسبه للسباقات البحريه ولا يبون زياده ولا زياده في 43 ولا 60 ولا طول المسافه شو اللي يحتاجون بالضبط؟ والله شوف بالنسبه للسباقات قد ما بسوي الجماعه عندهم استعداد. نعم. وبالنسبه لل 60 ويمكن حاجه اكثر لل 60 تشيل يزو اكثر شغلات الحين ال 60 استوت اسهل حتى عن ال 43 وهن المدى الطويل هن سباقات المدى الطويل هن سباقات السرعات سباقات عالية. نعم. البحار يسمونها. نعم. ايه سباقات السرعات العالية بعد. نعم. نعم. وأحب أضيف أن يعني استقبال أمس الشيخ محمد نحن فرحنا بالاستقبال. نعم. بس ما يعني كانت فرحة تحسين أن فرحة الشيخ محمد أكثر من فرحتنا نحن بالاستقبال. بالضبط. نعم. يعني نعم. أنا أشهد. وأنا يعني أعتقد أن بعد سباق القفال كل سنة بعد في سباقات في أبوظبي الموسم ما ينتهي بس بسباق صير بنعير تتبقى سباقات أعتقد كل سنة في أبوظبي. هذا إذا كانت مأجلة السنة أعتقد ما فيها. السنة ما في سباقات. يعني سباق القفال بيكون هو الختام. الختام. شهر 10 بيكون سباق أول. شهر 10 بس ختامي بالنسبة للموسم. نعم. الوالد كلمة أخيرة تحب تقولها قبل ما ننهي. الله يطول عمر الشيوخ ويبارك في حمدان بن راشد. نعم. واللي سوى لنا هذا السباق ونشكره. نعم وكل سنة كل حول إن شاء الله. كل سنة كل حول. نعم. نعم. نحن نشكرك الوالد راشد خادم مهيري نتمنى. نعم. لك إن شاء الله التوفيق في معدي السنة وإن شاء الله نشوفك على المنصة. الله آمين إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أشكرك أيضا نأخذ زفزاف عبد الله مهيري. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق. امين امين الله يسلمك. نتمنى لك التوفيق ايضا يا مكتوم ان شاء الله ايضا تكون من الفايزين ان شاء الله وسباق ان شاء الله تتوفقون فيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اشكر كذلك احمد راشد في عزام وان شاء الله عزام يكون عزام ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. مشكور على الليه والزياره واجبنا ما قصرت. مشكورين. نشكر شيوخنا ودعمهم على اهتمامهم بهالرياضه. نعم. انا اشكرك الله يوفقنا في الصير ان شاء الله.
امين. اشكر احمد المهيري، مشكور وما قصرت على اللي وكفيت وفيت، مشكور. اذا مشاهدينا الكرام، نحن وصلنا الى ختام هذه الامسيه، وموعد القفال يتجدد دائما عبر قناة ياس من خلال تغطيتنا لسباق القفال إن شاء الله اللي راح ينطلق يوم السبت القادم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.